الشعبية في انتقال من مجتمع متخلف القروح والفساد إلى مجتمع الحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية. صيرورة التوحيد بدأت سنة 2007، لأن أولا كوننا في 2004 تجمع اليسار الديمقراطي بسبب خلافات تطور تجمع اليسار إلى تحالف اليسار الديمقراطي سنة 2007 للمشاركة في الانتخابات أنذاك، ثم شاركنا أيضا بنفس الصيغة سنة 2009، وحراك 20 فبراير أكد ضرورة يعني توحيد اليسار واندماج مكوناته في حزب سياسي واحد. طبعا نحن حاولنا تحقيق هذا الهدف بتأسيس فدرالة اليسار في سنة 2014، وانتخابات 2016 أكدت فعلا التجاوب وأن الاختيار كان صحيحا. من بعد حاولنا انتقلنا بطبيعة الحال إلى العمل على إدماج مكونات الثلاثة والأحزاب الثلاثة في حزب واحد، وكان مقرر أن يقع ذلك الاندماج قبل الانتخابات الأخيرة، لكن سنتين من الجائحة عطلت البرنامج التحضيري للاندماج. كذلك انتخابات 2021 فرضت علينا إعطاء القسبية للانتخابات، ومع الأسف خلال تلك الانتخابات وفي آخر لحظة وقع انشقاق داخل الحزب الاشتراكي الموحد، وحول طبعا كان الموضوع ديال الحق هو الانتخابات، وإن كانت هناك دواعي أخرى، ولكن نحن تأسفنا لما حصل. ومن طبعة الحال من داخل هذا الحزب يستمر معنا تيار كبير هو اليسار الوحدوي بتنسيق الرفيق محمد الساسي. بالنسبة لي 36 الآن ستتقلص، لأن ثلاث أحزاب أو ثلاث مكونات ستندمج في حزب واحد. نحن نطمح في الحق إلى أن يكون المؤتمر اندماجي قاطرة لتوحيد لإعادة بناء وتوحيد اليسار في وتجميع كل مكونات اليسار في حركة واحدة أو في حزب واحد إذا تمكننا من ذلك، وأن ذاك سيتخلص هذا العدد. بالإضافة لأن 36 حزب الحق بالنسبة للمجتمع المغربي هو كثير، هو طبعا مقارنة مع دول أخرى في الجوار مثل الجزائر وموريتانيا ودول أخرى يتجاوز عدد الأحزاب فيها 50، ولكن هذا ليس لا علاقة له لا بالعقلانية ولا بالموضوعية السياسية. وبالتالي فنحن نعتقد أن المجتمع المغربي لا يتسع لأكثر من 10 أحزاب في هذا، وأن كل اتجاه بما فيه اليمين الوسط اليسار يمكن أن يتمثل على أكثر تقدير بثلاث أحزاب. يعني كل إذا افترضنا من الناحية المنطقية والحسابية للمشهد السياسي، ولكن نحن نتمنى أن يتوحد اليسار في حزب سياسي واحد. للأسف هذا حصل هذا في 2016 بالخصوص، كانت الفيدرالية يعني حصلت على تعاطف كبير والتفاف كبير الجماهيري معها، لكن ما تبين من بعد هو أنه ذلك التعاطف لم يترجم إلى أصوات لعدة أسباب، من طبيعة الحال التقطيع الانتخابي، طبيعة العملية الانتخابية، ولكن أيضا أن العدد كبير من الشباب كان خارج اللوائح الانتخابية لم يكن مسجلا، بمعنى متعاطفين كثر مع الفيدرالية كانوا خارج اللوائح. وفي الانتخابات الأخيرة تعرضنا لما يمكن أن نعتبره تصويت عقابي، لأن ما حصل من انشقاق داخل الفيدرالية وداخل الحزب الاشتراكي الموحد أثر على الكثير من المتعاطفين مع الفيدرالية وفضلوا عدم المشاركة في العملية الانتخابية وظلوا متفرجين للأسف، وهذا ما أدى للنتائج لم تكن يعني كما كانت عادية، ولكن لم تكن في مستوى طموحاتنا. ونحن نعمل من أجل تجاوز هذه الأخطاء من طبيعة الحال، وهذا الأمر يتطلب صبرا كبيرا، يتطلب جهودات وتضحيات كما تعلمون. اليسار بطبعه هو يعني يترجم طموحات الشباب، هو يعبر عن مشروع مجتمعي يستجيب بالدرجة الأولى من طبيعة الحال لمطالب الشغيلة المغربية، لمطالب كل الفئات الكادحة والطبقات الشعبية، وبالتالي فمن طبيعة الحال من المفروض أن يتواجد الشباب بقوة في هذا المشروع. لكن من طبيعة الحال التطورات التي حصلت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وانهيار المعسكر الاشتراكي وسيادة الأحادية القطبية والعولمة الليبرالية وسيادة الخطاب والثقافة الليبرالية في جل المجتمعات وتأثير ثقافة السوق جعل أن الأغلب يبحث عن خلاصه في مستقبله الفردي ومستقبل عائلته ومستقبله المهني. هذا ما جعل ثم هناك كذلك بالنسبة للمجتمعات العربية ومنها المغرب هناك يعني الموجة الأصولية التي مرت وكما تعرفون كانت يعني كاسحة في عدد من البلدان، ووصلت أحزاب إسلامية للحكومات في عدة بلدان عربية منها المغرب. هذا كله أثر على تراجع دور اليسار في الجامعات المغربية وفي الحركة الطلابية وفي الشباب المغربي بصفة عامة، ولكن نحن نراهن أن التطورات الحالية على المستوى الدولي والمستوى الجهوي العربي وأيضا على المستوى
المستوى الوطني ستمكن اليسار من العودة بقوة ليس فقط إلى الجامعة ولكن في جميع مجالات المجتمع المدني. نحن محطة اليوم في الحقيقة الهدف ديالنا القريب هو إدماج المكونات الثلاث وفعاليات أخرى من خارجها في حزب يساري أو حزب اشتراكي كبير واحد. وهذه طبعا نتمنى أن تكون مقدمة بعد سنتين أو ثلاث من المرحلة الانتقالية. قد ننتقل قد يتم عقد مؤتمر يعني أول ثم ستكون محطة انتخابات سنة 2026 إذا أجريت في موعدها. طبعا ستكون هي أول امتحان للحزب الجديد. نتمنى أن تكون طبعا من المفروض تطورات كلها الحالية تفيد أو تبين أن المستقبل لليسار، أن اليسار سيعود بقوة ليس فقط على المستوى الدولي والجهوي كما حصل الآن في عدة بلدان من الأوروبية وخصوصا في جنوب في أمريكا اللاتينية وبعض الدول الأفريقية، ولكن سيعود أيضا في بعض البلدان العربية ومن المغرب سيعود اليسار بقوة إلى مكانته السابقة داخل المجتمع المغربي.